أنا ماشي. أحد الأطباء الجراحين كذلك عن الصدقة. والله طبيب ناجح وجراح. كمل بالحلال. على يعني على مستوى أوروبا وأمريكا ومشهور ومعروف بين الزملاء الأطباء على مستوى العالم. ف حاول يعالج في ألمانيا في بريطانيا في أمريكا إلى أن يعني قالوا له والله هذا قدرتنا يعني. فقال إذن أنا أرجع إلى مصر وأبقى في حارتي القديمة والمتبقي من عمري أعيش مع شبابي يعني قرناء الشباب الصغار والعوائل ومكان الأسرة القديمة. فأخذ كل يوم الكرسي ويجلس عند محل الخضار وشاف كل يوم امرأة تجي تأخذ من القصاب الشحم الطايح عظام صغيرة من اللحم اللي طايح ما له قيمة يعني. وهذا القصاب جزاه الله خير يجمع لها شيء وتعطيه جنيهات بسيطة جدا ويراقبه. فتأخذ كمية. بعد فترة سأل القصاب قال وش قصة المرأة هذه دائما تجيك وتأخذ اللي عندها؟ قال هذه عندها 22 يتيم ولا عندها عائل، فتأخذ من عندي ومن غيري وتطبخ لهم وتوكل الأولاد بناته. نعم. عنده بنت وولد وعندهم طبعا هذا، بس تقول هي اللي ترعاهم. 22 يتيم عندها. يقول أنا يعني استغربت، قلت كم يكفيهم من اللحم؟ قال والله تقريبا 3 كيلو يوميا. قال أنا بعطيك قيمة 3 كيلو لمدة 2 سنين. ما شاء الله. تمشي كل يوم إذا جت عطها 3 كيلو من اللحم الطيب الخالص، ما تعطيها من هذا. خير واجد، طبيب وما شاء الله. قال خير إن شاء الله. فيقول سبحان الله بدأت يعني بعد شهر ونص بديت أميل إلى الأكل وبديت أميل إلى التذوق بعد الكيماوي اللي مر فيه وكذا، ما في عنده ذوق والتذوق ولا عنده طعم للأكل وللزاد. فيقول بديت أكل حلويات. لا والله، يقول فرقت على نفسي، لكن يقول ما أدري. يقول بعد 3 شهور قلت أروح أحلل. يوم حللت ولا الكانسر اللي حمانا الله وإياك من المستمعين السرطان ولا عنده بنسبة 40% نازل. فتكلموا يا زملاء الأطباء في القاهرة، قال والله ايش سوي؟ قال والله ما أدري، أنا هذه الأدوية اللي أخذتها لكن بعد ما جيت ضعفت فيه، لكن أنا فارق علي صار لي 20 يوم أميل للأكل، والعادة أكل شيء بسيط وأشبع، الآن لا أكل. يا رب يا كافر. قال والله ما أدري، تبي نصف؟ قال لا تصرفوا لي أدوية، بس أنا جاي بشوف النسبة اللي عندي. يقول واستمريت على هذه الحالة وفعلا بدأ الشعر ينمو في شعري في حواجبي ما شاء الله. إيه نعم، بديت أحب المشي، أتمشي على النيل رايح جاي، وقمت أقعد وأراقب المرأة لا زالت. يقول بعد 3 شهور الحمد لله حللت مرة أخرى عند نفس زملائي في المختبر، قال ما عندك كانسر أبدا. سبحان الله ما شاء الله عجيب. قال نعم أبدا ما عندك شيء. شلون؟ قال والله ما أدري. يقول عزمت أني أرجع لزملائي وأرجع لعيادتي في ألمانيا في بون عند عيادة. نعم. وتعجب أن عنده زملاء الألمان وفي عرب وفي بشر. قال الحمد لله بالعافية. ما فيك شيء؟ قال الحمد لله. حللوا له ولا فعلا ما في أي شيء من أثر
المرض الحمد لله، وشعره جميل رجع وصحته وعافيته. فقالوا له وش العلاج اللي أخذته؟ يا سلام. قال والله ما أتذكران أي علاج، لكن أتذكر شيء واحد سويته. صدقة. جيت إلى القصاب وراقبت المرأة هذه وقلت له عطها 3 كيلو يوميا لمدة سنتين. صدقة. والآن أنا صار 6 شهور من بديت والحمد لله الأمور. فيا أخوان الصدقة ترى ما تدري إيش تفتح لك من أبواب. نعم صحيح. هذا ما لزي الله السلام. وأعتقد الوقف يعني أحد أبواب الصدقة لكل إنسان. أكيد. اللي عنده مريض أو عنده هم أو عنده كذا. نعم. لعله يعني يتبرع. يفتح الله. بنية إن الله عز وجل يعني يرفع عن همها أو يقضي دينها أو إلى آخره. أو عساه في المدينة أوقفاه.